تأتيه من حوض الكوثر في ذلك اليوم، يوم العطش الأكبر، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إخواني خذان الحج والموضوع طالبين الجمع للأعمال الخيرية، رحم الله واديكم، فد واحد يقوم يجمع، بارك الله بكم. ليلة مولد الإمام إن شاء الله الأجر مضاعف هذه الليلة. أريد 3 مرات بأعلى أصواتكم تناسب هذه الليلة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين الكرام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كانت تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثه، خرجت فاطمة بنت أسد وقد اشتد عليها المخاض، وأتاها ما يأتي النساء عند الولادة، وقصدت بيت الله الحرام. فلما وقفت بإزاء الكعبة رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إني مؤمنة بك وبكل كتاب أرسلته وبكل نبي أنزلته، فأسألك بهذا الجنين الذي في بطني وهو يحدثني بأحشائي إلا ما يسرت علي ولادتي. يا مستمعين الكرام، صلوا على البدر التمام محمد. فلما دعت بهذا الدعاء انشق لها جدار الكعبة، فدخلت فاطم فيها وغابت عن الأبصار، يقول أبو طالب: فأشفقن عليها وجئت إلى باب الكعبة أردت فتحه حتى أدخل عليها بعض النساء، فلم أستطع إلى ذلك من سبيل، فعلمت أنه أمر من الله، فرجعنا إلى بيوتنا. أما فاطمة جلست على الرخامة الحمراء في الكعبة، وإذا بها ترى 4 نسوة سمر طوال، عليهن من الجمال ما لا يوصف. أما الأولى فهي أمنا حواء، والثانية آسيا بنت مزاحم، والثالثة مريم بنت عمران، والرابعة أم موسى عليه السلام. قلنا لها: لا تخافي ولا تحزني، إنا رسل ربك إليك، جئنا لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فبينما فاطمة كذلك إذ اشتد عليها الطلق وأضاءت أنوار للعالمين، فوضعت أمير المؤمنين أفضل صلوات أئمة المعصومين،
صاحب العصر والزمان إلهي عجل أتدري لماذا شق ربك بيته أنا طالبين مني أختصر الليل ولا ليلة مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه مفروض واحد يؤدي حقها لكن الظروف الله يرحم الشاب المتوفى خادم آل البيت خادم المأتم وإن شاء الله مع أمير المؤمنين عليه السلام إن شاء الله مع آل البيت مقرورة عينه معه أتدري لماذا شق ربك بيته لتدخل أم حامل بجنينها أتدري لماذا شق ربك بيته لتدخل أم حامل بجنينها لكي تضع المولود في خير بقعة لكي تضع المولود في خير بقعة بنتها أكف الأنبياء بطينها فإن حل فوق الأرض مولد حيدر فإن حل فوق الأرض مولد حيدر تعالت صلاة في السماء برنينها اللهم صل على محمد أنا إن أموري أشكلت ناديت في سري شو تنادي علي 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 أنا إن أموري أشكلت ناديت في سري أريد أجاوب رحم الله والديك أنا إن أموري أشكلت ناديت في سري علي وإذا الهموم تراكمت ما حلها إلا والله نعمة عدنا أمير المؤمنين محروم غيرنا أنا إن أموري أشكلت ناديت في سري وإذا الهموم تراكمت ما حلها إلا عليما للشدائد حاضر إلا كليث يا والله ضعيف صوتك ما يشجع من للشدائد حاضر إلا كليث يا علي قال الإله وقوله ما خاب من نادى قال الإله وقوله ما خاب من نادى علي 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 إش قد حلو اسمك يا علي قال الإله وقوله ما خاب من نادى علي من بعد طه لا فتى إلا أبا حسن علي قال النبي المصطفى يا عبادة ذكر علي صلوات اي والله ولا مال ولا مال ولا مال تفوح أزهار فرحتنا ولا مال إن شاء الله إش ما عندك من حاجة من أمل هالليلة يتحقق تفوح أزهار
فرحتنا ولا مال أو قلبنا بحب علي ثابت ولا مال ولا مايال بساعة لا ولد ينفع بساعة لا ولد ينفع ولا مال ينفعك حب علي حمي الحمي صلوات الثانية بأعلى أصواتكم علي القرآن علي القرآن والهادي شهد له شعد له وش احسب أفضاله شعد له كم فضيلة عدها العلي علي القرآن والهادي شهد له عمي شعد له وش احسب أفضاله شعد له علي بمدح الشعر طاح وسجد له علي بمدح الشعر طاح وسجد له أبد له بغير حاشمه ما تشجعون جاو أبد له بغير حاشمه أبد له بخدمتك من عيوني أعيد علي القرآن والهادي شهد له شعد له وش أحسب أفضاله شعد له علي بمدح الشعر طاح سجد لا أبد لا بغير حاشما أبد لا فضل حيدر على الشيعة شي حسبه فضيل حيدر على الشيعة شي حسبه بأول يوم حازم من الفضل رتبة من غير انفتح له حايط الكعبة الكعبة وفرحان الشيعة بتنصيبه مسقط راسه وسط الكعبة منه الجان حاولوا ايش قد يحطون اسماء ثانية ما توفقوا مسقط راسه وسط الكعبة منه الجان غير المرتضى راعي الفخر والشان سبحان الإله الخالق المنان بس حيدر مولود الكعبة بس حيدر مولود الكعبة يا محل الاسم والرسم والشوفة يا محلى الاسم والرسم والشافة يسمعنا اللي يريد الحيدر نعوفة هذا اللي يقول تركوا علي يسمعنا اللي يريد الحيدر نعوفة ليش اللي ضده ليش اللي ضد المسقط يطوفا وين يطوفون هذول الكعبة مسقط راس منه ليش اللي ضد المسقط يطوفا وما تكمل من غير الحجة ما تكمل من غير الحجة يا علي بلايا الغاز نحكيها وبلايا رموز بلايا الغاز نحكيها وبلايا رموز صلاة بلا محبة حيدر مجوز سمعهم صلوات بلايا الغاز نحكيها وبلايا رموز صلاة بلا محبة حيدر مجوز باطل والصلاة باطلة ما يفوز
وهيهات يمر من العبرة هيهات يمر من العبرة يا علي يا علي يا علي بلاغ بلاغ بليغ العلم من يوصل بليغ العلم من يوصل بلاغ دليل وشاهد نهج بلاغ محمد بالغدير علين بلاغ وقال العلي من بعده الوصية أفضل الصلاة والسلام إلهي بفاطمة وأبيها. هسه هذه اللحظة لحظات أطلب عيديتك من الزهراء سلام الله عليها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اشفي وعافي جميع المرضى يا الله أدي دينا كل مدين اقضي حوائج المحتاجين رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما فك أسرانا وسجناءنا يا الله عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى روح الفقيد الشاب وأرواح موتى الحاضرين وموتى المؤسسين الفاتحة تسبقها صلوات.